كشف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن متوسط نسب الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع البحير الإسكاني قد بلغت 64% بالأعمال الإنشائية ل 227 وحدة سكنية على مساحة 31 هكتارا، متوقعا اكتمال نسب الإنجاز بالأعمال الإنشائية نهاية العام الجاري، مؤكدا استعداد الوزارة لطرح مناقصة تنفيذ أعمال البنية التحتية بالمشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري. وقال وزير الإسكان إن وحدات مشروع البحير الإسكاني تتكون من طابقين وأربع غرف مع إمكانية بناء طابق إضافي وإجراء التوسعة القانونية التي تنص عليها قوانين الوزارة. وتابع أن المشروع يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج عمل الوزارة لبناء 25,000 وحدة سكنية وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، ومواصلة التزامها نحو تحقيق هدف إنجاز 40,000 وحدة سكنية حسب توجيهات جلالة الملك المفدى وتوزيعها على المستحقين من أصحاب الطلبات في المحافظة الجنوبية. وأشار إلى أن مشروع البحير الإسكاني جاء لتلبيه الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار لأهالي البحير ومدينة زايد والرفاع المستحقين، لافتا إلى أن هذا المشروع سيضم أكثر من 600 وحدة سكنية.